بسم الله، توكلنا على الله. درسنا اليوم جدا بسيط، اللي هو الفاليو. الفاليو اللي هي الحجم او الحجوم بين مستويين. عندك الديسك اللي هو منحنى واحد، والفيشر او الوشر اللي هو المنحنيين. كل دي قوانين وقواعد وتعريفات لازم حضراتكم تكونوا عارفين شكلها. الفاليو يساوي التكامل من A إلى B للأريا. A يعني أريا، تكامل الأريا. أو له قانون تاني، طبعا كان بالنسبة للواي، بالنسبة للإكس له برضه قانون تاني. في حوالين الإكس، يعني ده بيدور حوالين الإكس يعطيك الشكل ده، لما دي تدور حوالين الإكس يعطيك الشكل ده، لما دي تدور حوالين الإكس يعطيك الشكل ده، لما دي تدور حوالين الإكس يعطيك شكل الأسطوانة السايلندر ده. لما يدور شكل ده كلها أشكال سفيريكال واللوب ده. دي الدوران حول الواي او حول الاكس برضه يعطيك بهذا الشكل. كل ده مش مشكله عندنا. القوانين اهي بقى، هي لازم حضرتك تكون حافظ هذه القوانين زي اسمك تماما. الفاليوم يساوي باي اف اكس كل تربيع، او لو كان ده الكلام ده لو كان منحنى واحد، لو كان منحنيين باي اف تربيع ناقص جي تربيع، اف تربيع ناقص جي تربيع. ودائما في المنحنيين تبدا دائما بالمنحنى الاكبر، ودائما تنتهي بالمنحنى الاصغر عشان ما تضيعش نفسك. ده الكلام ده بالنسبه للاكس، برضه نفس الفكره لو الدوران حول الواي بنفس هذه الشكليه. الواي او الاكس ما بتفرقش معاك حاجه، لازم تعرف زي الشكل ده. واضح ان الحدود حوالين محور الاكس. وهو عامل لك بص بص، لما تيجي تبص للدوره شو السهم عامل لك ازاي، لو جايب لك رسمه كده ممكن يقول لك حوالين الاكس اكسس او اباوت اكس اكسس، او يعمل لك الرسم بهذا الشكل اللي هو السهم ده كده حوالين الاكس اكسس. هنا بيقول لك فايند ذا فاليو، ده القيمه اللي بتعمل الرسم. طيب لو جات لك السؤال بهذا الشكل تعمل دي ازاي؟ الفاليو تحط لي القانون الانتجريشن بتاعك من A to B باي اف اكس وكل تربيع بيكس اكامل. يبقى الانتجريشن من سالب واحد الى ثلاثة. الباي ما تنساهاش، ممكن تحط الباي بره لانها كونستانت مش هستفيد منها في حاجه. واعمل قوس وما انساش التربيع، لا تنسى التربيع، واحط المساله اللي هي روت 3 ماينس اكس. بكل عبقريه طبعا حضرتك عبقري، هتشيل التربيع مع الروت، صارت مسألة تكامل أقل من مستوى بكثير. تكامل وتكمل، أنا هكتب لك الباي أهو وهكامل، دي تطلع 3x ودي تكاملها تطلع x تربيع قسمة 2. كل هذا التكامل من سالب 1 إلى 3. طبعا عشان ما تقولش إن أبو عبد الرحمن سرق المسألة، انتجريشن من سالب 1 ل 3 صارت 3 ماينص x dx. وكامل يا باشمهندس. يلا نعوض، هذا باي وهذا قوس ناقصا قوس. الطلاب بتنسى الباي، ممكن الدكتور يغشها. يبقى دي 3 ضرب 3 ناقصا 3 تربيع على 2، ودي 3 ضرب سالب 1 ناقصا سالب 1 تربيع قسمة 2. الجواب هيطلع موجب معاك، لو ما طلعش موجب يبقى حلك غلط، وتكتب جنبه الباي. يعني تكتب الحل الناتج بتاع الناتج ده كده وتكتب جنبه مين؟ الباي. طيب ده اسمه ديسك لانه منحنى واحد. تعال نشوف مساله ثانيه، واضح ان هي حوالين محور مين هنا؟ الواي. يبقى الفاليوم بتاع حضرتك ساعتك الانتجريشن من A to B او من C to D زي ما هو كاتب في تعريف الكتاب باي مثلا يقول لحضرتك W of Y تربيع DY. تعالى يا باشمهندس، يبقى الانتجريشن بتاعك من صفر الى 2 للحدود من صفر ل 2، وما انساش الباي وما انساش التربيع. المساله عباره عن 3 ماينص ده احنا هنا لازم نعدل المساله، لازم نخلي الاكس لحالها في طرف. ازاي؟ انقل دي بعكس الاشاره، يبقى واي ناقص 3 يساوي سالب 2 اكس. قسم على سالب 2 يا استاذ انت وهو، يعني هنكمل هنا كده، معناها ان الاكس تساوي واي ناقص 3 على سالب 2. بالعربي لو ما تيجي تبسطها ازيد شويه اكنها هتطلع
واي على سالب 2 زائد 3 على 2 يعني هتساوي 3 على 2 يبدا بالموجب ناقص واي على 2. ديت المساله بتاعتي. يبقى دي صارت هنا معايا ادي المساله، تبقى 3 على 2 ناقص واي على 2 وكل ايه تربيع دي واي، لانك بتكمل بالنسبه واي يبقى لازم بيكون داخل القوس هنا دلاله الواي. حضرتك كنت ازاي بتفك قوس التربيع؟ تذكروا الكلام ده ولا نذكركم بيه؟ بتاع ماث 1 القانون اللي هو كان A زائد B وكل تربيع A تربيع زائد 2AB زائد B تربيع، ولو كان هنا ناقص يكون هنا ناقص. طيب افك ده الاول وبعدين بعدين نبقى نتكلم. الباي دي طلعها لي بره مالهاش لازمه في الحياه، من 0 الى 2 تربيع الاول اللي هو 9 على 4، تربيع الاخير اللي هو واي تربيع على 4، الوسط ناقص 2 في الاول في الثاني دي واي. تعال نرتبها زياده شويه عشان الناس ما تضيعش مننا. من 0 الى 2 ادي 9 على 4. لو حضرتك طالب شبه عبقري هتشيل الاثنين دي مع الاثنين ديت، صار اللي في الوسط 3 واي او 3 على 2 واي زائدا 1 على 4 واي اس 2 دي واي. كل الكلام ده هو انا لسه ما كملتش، كان كل ده تعديل. تعال نكمل يا باشمهندسين انت هو. ادي واي 9 على 4 واي ناقصا 3 على 2 في واي اس 2 على 2 زائد 1 على 4 في واي اس 3 على 3، مره تعوض بصفر ملوش لازمه في الحياه ومره تعوض بالاثنين، يبقى دي باي مالكش دعوه بيها. ادي 9 على 4 ضرب 2 ناقصا 3 على 4 في 2 تربيع زائد 1 على 12 في 2 تكعيب ناقص القوس الثاني هيطلع صفر، واحسب وحط الناتج بالحسبه زي ما يطلع معاك. مساله ثانيه دي برضو واضح ان الحدود على الواي، واضح ان الحدود بتاعتها على الواي، هنا سالب واحد مش موجود، فالرسم هنا ثلاثه والدوران حوالين الواي. تعالى يا باشمهندس انت هو نحل هنا. الفاليوم بتاعك عباره عن باي الانتجريشن من سالب واحد الى ثلاثه، وما تنساش تحط لي التربيع وهنا دي واي وهي جاهزه، الاكس لحالها افترض يعني جاهزه. واحد زائد واي حضرة الزميل انت هو، الباي ملهاش لازمه في الحياه، من سالب واحد لثلاثه يبقى واحد زائد واي دي واي. شو الجديه؟ التربيع ده هو تروح مع الجذر. ثم بعد ذلك يا عزيزي انت هو نبدا نكامل. الباي مالك شغل فيها، الواحد تكامله واي والواي تكاملها واي اس 2 على 2 من سالب 1 الى 3، وبعد كده خطوه التعويض. واتمنى ان حضراتكم تكونوا فاهمين كويس. هذا قوس ناقص القوس 3 ناقص زائد 3 اس 2 على 2 ودي سالب 1 زائد سالب 1 اس 2 على 2، وتحسب الناتج وما تنساش تحط جنب الناتج الباي. لو الناتج ما طلعش موجب تبقى حلك غلط، يبقى حل سعادتك ايه يا باشمهندس الفور. ده كله كان الدرس منحنى واحد. تعال نشوف لما يكون فيه منحنيين ودي نهايه الدرس. مساله زي كده، هنا الراجل قايل لك هنا كام منحنى؟ منحنيين. Find the value. ويعطي لك كم منحنى زي ما حضرتك شايف منحنيين، وما اعطكش ويقول لك اباوت اكس اكسس دوران حوالين الاكس. اول حاجه المنحنيين دي نسموهم ببعض، دي اول حاجه. اول حاجه نجيب حدود التكامل، نجيب حدود التكامل وذلك بالمساواه، نسويهم مع بعض الاثنين. يبقى تسويهم مع بعض وتبدا تشتغل، يعني الجذر التربيعي 25 ناقص اكس تربيع يساوي 3، ربع الطرفين يبقى 25 ناقص اكس تربيع تساوي 9، انقل دي هنا وانقل دي هنا يبقى سالب اكس تربيع تساوي 9 ناقص 25، يعني سالب اكس تربيع تساوي سالب 16. معناها يا علمائنا ان الاكس تربيع تساوي 16، معناها ان الاكس تساوي موجب او سالب 4. ده همك وهم الحدود بتاعتي. هم حدود مين؟ التكامل. لو كنت حضرتك عاوز ترسم
لو كنت فكرت ترسمها الرسمه بتاعتها مش مطلوبه من حضرتك عموما، يعني ده محور بيكس ده محور مين، الوقت ده هو عباره عن نصف دايره، نصف ايه دايره، حضرتك بتقوم راسم كده ده نصف الدايره. طيب طبعا بياخد من عند سالب 4 ل 4 من سالب 4 ل 4 وثم بعد ذلك انت عندك الخط الثاني ده هو اللي هو واي تساوي 3 ده هو اللي هو واي يساوي 3. هو عاوز حضرة سعادتك الجزء ده هو بس انت بتدوره حوالين محور الاكس من عند السالب 4 بين الموجب 4. ده لو فكرت ترسم الرسمه مش مطلوبه عموما يعني في المسائل زي دي. حلو من الرسم. الفاليو بتاعك بقى يساوي القانون ايه؟ القانون لما يكون منحنيين لازم تحدد المنحنى الاكبر والمنحنى الاصغر، يبقى التكامل بتاعك من سالب 4 الى 4 وهنا باي وهنا يا باش مهندسين اف تربيع ناقص جي تربيع بشرط تكون ده هي المنحنى الاكبر وتكون دي المنحنى الاصغر. يا هل ترى مين في حضراتكم يقدر يقول لي مين المنحنى الاكبر ده ولا ده؟ خد لي لتحديد اهو لتحديد الاكبر والاصغر ناخذ عدد بين حدود التكامل ونعوض به في الدالتين الاصليتين بالسؤال نفسه. يعني هناخد ما بين، لو حضرتك فكرت كده تاخد ما بين سالب 4 و4 خد مثلا 1 او 0 0 25 ناقص 0 25 تطلع من تحت الجذر 5 ودي تطلع 3 يبقى الاكبر الخمسه ولا الثلاثه؟ لازم تكون محدد هنا، يبقى المنحنى الاكبر هو الاولاني ده. ده المنحنى مين؟ الاكبر وده الاصغر. حضرة الزميل يبقى الباي طلعها لي بره هنا الانتجريشن من سالب 4 الى 4 ونحط قوس تربيع ناقص قوس تربيع المنحنى الاكبر اهو 25 ناقص اكس تربيع وده 3. تعالى يا باشمهندس نبدا نكمل الباي مالك شغله فيها، ده هنا سالب 4 وهنا 4 تطلع دي 25 ناقص اكس تربيع لانه يروح الجذر و3 تربيعها 9 اكس. تعالى يا باشمهندسين نكمل هنا اهي الباي مالك شغله فيها، هنا سالب 4 وهنا 4 25 اطرح منها 9 تبقى 16 ناقص اكس تربيع ديكس. تعالى نكمل يا سيدي العزيز انت وهو، هذا 16 اكس ودي اكس اس 3 على 3 مره تعوض ب 4 ومره تعوض بسالب 4 ادي باي وهنا قوس ناقص قوس وعيبه بقى نتكلم اكثر من كده. مثلا منحنيات زي دي ده هم طالما اكس تساوي كذا واكس تساوي كذا يبقى ده هم الحدود بتاعتي. يبقى الفاليو عباره عن الانتجريشن الرقم اللي تحت صفر واللي فوق لان 3 وهنا باي وهنا قوس تربيع ناقص قوس تربيع دي واي اكس. يا ترى مين الكبير؟ ده الكبير ولا ده الكبير؟ خد رقم ما بين الصفر واللين 3 لما تيجي تحط لين 3 في الحاسبه هذا لين 3 واخد القوس بتاعها يطلع لي 1.09 ما بين يعني ده هوت لما تيجي تحسبه انا حسبته بالحاسبه اهو بالحاسبه طلع 1.09 ما بين الصفر وما بينه يطلع قد ايه؟ خد اي رقم وليكن 1 شيل اكس وحط 1 ايه اس 1 بالحاسبه ودي تطلع صفر هتطلع دي هي الكبيره هتطلع الايه هي الاكبر بالحاسبه كل ده شغل حاسبه يا جماعه. يبقى دي ايه اس اكس ودي صفر. تعال نفك التربيع الباي تنقلع بره هنا ودي من صفر الى لين 3 دي اي اس 2 اكس لان الاثنين تنضرب في الاكس مش تربع الاكس ناقصا صفر ما يحتاج الصفر ده دي اكس. يلا نكمل الباي تكامل دي اي اس 2 اكس على 2 من صفر الى لين 3 يبقى هتساوي عباره عن باي على 2 تطلع بره اي اس 2 لين 3 ناقص اي اس 0
ده هي هتطلع اثنين اس ثلاثه ثلاثه تبقى هنا فوق وتروح دي مع دي، 3 اس 2 ب 9 ناقص 1 تطلع 8، يبقى باي على 2 ضرب 8 الجواب هيطلع باي 4 باي. بالحسبه لو عملتها تطلع لك 4 باي بالعربي عشان ما نضيعش وقتكم وجودكم العظيمين. سؤال اخير هو عاوز حوالين الاكس ده، هم بتوع الاكس ده هم الحدود. دولت هم الحدود لان هو في بدايه السؤال قايل لك فاين ذا فاليو اباوت اكس اكسس اباوت اكس اكسس، يبقى الحدود بتاعت الاكس. طيب حضرة الزميل، يبقى الفاليوم بتاعك عباره عن الانتجريشن من سالب 2 الى 2 والباي طلعها لي بره هنا ما نقعدش نرمق فيها، كوست تربيع ناقص كوست تربيع دي اكس. من الكبير الصفر ولا ديت؟ واضح ان دي هتكون هي الاكبر على ما اظن، يبقى واحد على الجذر التربيعي لاربعه زائد اكس تربيع، ده الاكبر وده صفر ملوش لازمه في الحياه، يبقى ديت باي من سالب 2 الى 2 واحد على 4 زائد اكس تربيع ديكس. كيف تكامل ديت يا عظماء في التاريخ؟ الباي مالها شغله، وايش تكامل ديت يا جماعه الخير احنا جايبينها من قبل؟ هتطلع بالظبط نص تان انفرس اكس على 2 من سالب 2 الى 2. لو حد يقول له النص ده جه منين؟ النص ده اللي هو جذر هذا الرقم، الجذر بتاعه. افرض ده كان 9، احط هنا 1 على 3 وهنا اكس على 3. طب افرض ده كان 5 مكان الاربعه ديت، مكان الاربعه ده هي 5، يبقى احط 1 على جذر 5 واكس على جذر 5. ثم بعد ذلك شغله التعويض، ادي باي ادي باي على 2 لان الاثنين اللي تطلع بره، يبقى دي باي على 2 ريتان انفرس 2 على 2 ناقص تان انفرس سالب 2 على 2، ودي قلناها 2000 مره عشان ما حدش يتلخبط. ادي تطلع ادي باي على 2 ودي تطلع تان انفرس 1 ناقص تان انفرس ماينس 1 ودي باي على 2 تان انفرس الواحد اللي هي باي على 4 ناقص دي تطلع سالب باي على 4. لما تيجي تبسط شوية ادي باي على 2 ودي سالب مع سالب يعني باي على 4 زائد باي على 4 اللي هي الجواب ادي باي على 2. ولو جمعت الجماعه اللي في النص يطلع 2 باي على 4 يعني باي على 2 ضرب باي على 2 تطلع باي تربيع على 4. طيب نستكمل مساله واحده كمان بس بسيطه جدا، درس رائع ومغري هذا الدرس. ادي الحدود بتاعتي، يبقى الفاليوم عباره عن مين؟ منحنى ناقص منحنى، المنحنى الاكبر ناقص المنحنى الاصغر، يبقى الباي ما تنساهاش ادى من صفر الى واحد قوس تربيع ناقص قوس تربيع دي اكس. القوس الاول ايه اس 3 اكس على واحد زائد ايه اس 6 اكس ودي صفر. الشغله ما هي الا عمليه فك التربيع الاول، يبقى دي عباره عن ايه اس 6 اكس ودي الجذر يروح ايه اس 6 اكس. لما تيجي تكمل هذا التكامل كما سبق وتعلمنا لتيول مقام، لتيول مقام المقام 1 زائد اي اس 6 اكس دي يو تساوي 6 في اي اس 6 اكس ديكس، ديكس تساوي دي يو على 6 اي اس 6 اكس. ارد المسالتي بسرعه البرق وخلاص هنخلص الدرس، خلص الدرس. ادي باي انتجريشن من صفر لواحد اي اس 6 اكس على يو دي يو على 6 اي اس 6 اكس اللي هي اللي حطيتها هنا، وبكل عبقريه يا علمائنا اي اس 6 اكس تروح مع اي اس 6 اكس يبقى هنا واحد، السته تنقلع بره تحت الباي، يبقى صارت باي على 6 تكامل دي اللي هي لين ابسوليوت يو مره بواحد ومره بصفر، ورجع اليون اصلها تبقى باي على 6 وهنا لين اليون اللي هي 1 زائد اي اس 6 اكس مره تعوض بالواحد ومره بالصفر، يبقى لباي على 6
قوس ناقص قوس لن واحد زائد اي اس 6 ضرب واحد لن واحد زائد 6 صفر هنا. وكل الكلام ده هو لو حضرتك حبيت تبسط هتقدر تبسط بسهوله. اي اس 0 ديت بواحد، واحد زائد واحد اثنين، وديت لن واحد زائد كذا. لو ما بسطتش ما فيش عندك اي مشاكل خالص، ده هي عباره عن عمليات تطلع بالفصلات العشريه. طيب شوف يا باشمهندس، هنا طلب من حضرة سعادتك about مين؟ واي اكسس، يبقى دولت هما الحدود. الفاليوم عباره عن ديفاي الانتجريشن من صفر الى واحد منحنى تربيع ناقص منحنى تربيع دي واي. يا هل ترى لازم تكون هنا دهي الاول اجيبها بدلاله الواي. انا عندي هنا واي يساوي لين اكس، عاوز اجيب الاكس لحالها افترق، عاوز اجيب الاكس لحالها افترق. الاساس بتاع اللين ايه؟ الاتهم مطحه الواي، يبقى صارت اكس تساوي اي باور واي، هي دي اللي انا هشتغل عليها. يبقى هنا اي باور واي وهنا زيرو، فاكره وانت كلامك زي الفل. يبقى من زيرو الى واحد اي اس 2 واي اي واي. يلا نكمل، هذا باي اي اس 2 واي على 2 مره بصفر ومره بواحد، يبقى هتساوي هذا باي على 2 اي اس 2 ناقص اي اس 0 اللي هي باي على 2 اي اس 2 ناقص 1. ديت فكره هذا السؤال المحترم. سؤال ثاني اخير وبعدها ما قلناش هننطق في الدرس ده ولا كلمه، خلص الدرس. هنا اباوت مين؟ واي اكسس حول الواي، يعني عاوز الاكس لحالها افترق، دي جاهزه دهي جاهزه، لكن دي مش جاهزه. اخذ الجذر التربيعي للطرفين، نجذر الطرفين، ناخذ الجذر للطرفين، يبقى صارت اكس تساوي روت مين؟ واي. عشان اجيب بقى اسويهم ببعض، يبقى واي تربيع اسويها بروت واي، نربع الطرفين بالعربي عشان نتخلص، يبقى واي اس 4 تساوي واي، انجل دي بعكس الاشاره، يبقى واي اس 4 ناقص واي تساوي صفر، خد واي مشترك يبقى واي اس 3 ناقص 1 تساوي صفر، من هذه الواي تساوي صفر، ومن ديت واي تساوي واي اس 3 تساوي 1، يعني الواي تساوي 1. ده هو وده هو هم الحدود بتاعتنا. تعال بقى يا باشمهندس نكتب المساله. الفاليو عباره عن باي، ما تنساش الباي، من صفر وهنا واحد، المنحنى الاكبر تربيع ناقص الاصغر تربيع دي واي. ناخد عدد ما بين الصفر والواحد ونعوض في المساله دهي، ونعوض في المساله دهي، دهيت هي الكبيره هتطلع 7 من 10 حاجه زي كده انا فاكر، وده هي عبارة عن واي تربيع. يلا بقى نفك المسألة ونكمل بس خلص الدرس. من صفر لواحد دي تطلع واي، ودي واي اس 4 دي واي، يبقى ديت واي وديت واي اس 2 على 2 واي اس 5 على 5 من صفر لواحد. وشغلة التعويض عيبة بقى انك ما تعرفش، هذا باي ادي واحد اس 2 على 2 ناقص واحد اس 5 على 5 ناقصا صفر على 2 صفر على 5 ده كلها بصفر، ديت تطلع 10 وديت تطلع 2، يبقى المقام هنا 10، ادي 5 ناقص 2 تطلع 3، يبقى 3 باي على 10. وفق الله الجميع وحرس الله الوطن، تحياتي لكم جميعا. أعطيك